الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن واشنطن تعمل على إقامة تحالف استراتيجي في الشرق الأوسط لمواجهة أهم الأخطار في المنطقة. جاء ذلك في خطاب ألقاه في الجامعة الأمريكية خلال زيارته للقاهرة. إدارة ترامب تعمل على إنشاء تحالف استراتيجي في الشرق الأوسط لمواجهة أخطر تهديدات المنطقة وتعزيز التنسيق في الطاقة والاقتصاد. التحالف سيضم دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن، وندعو هذه الدول لاتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك. وقال وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده لن توقف حملاتها ضد الأنشطة الخبيثة لإيران، ودعا بومبيو إلى ضرورة التصدي للنظام الإيراني بدلا من إقامة العلاقات معه. الرئيس ترامب أصلح تجاهلنا الطوعي لمخاطر النظام الإيراني وانسحب من الاتفاق النووي بوعوده الخاطئة. أعدنا فرض العقوبات التي لم يكن يجب رفعها، ونحن ماضون في حملتنا لوقف موارد النظام الإيراني الذي يستخدمها لنشر الفوضى والإرهاب في المنطقة، وماضون في دعم الشعب الإيراني المطالب بالحرية والمحاسبة. والأهم من كل ذلك هو أننا توصلنا لتفاهم مع حلفائنا على ضرورة مواجهة أنشطة إيران التوسعية والخبيثة. وقال بومبيو إن الولايات المتحدة ستتصدى للترسانة الصاروخية لدى ميليشيات حزب الله في لبنان. الولايات المتحدة ستعمل على تخفيف التهديد الذي تشكله الترسانة الصاروخية لحزب الله في لبنان المصوبة باتجاه إسرائيل، ويمكن أن تصل أي نقطة فيها. هذه الصواريخ مجهزة بتكنولوجيا حديثة من إيران، وهذا أمر غير مقبول. إيران قد تعتقد أنها تملك لبنان لكنها مخطئة. حول هذا الملف معنا من واشنطن الباحث في مجموعة الدراسات الأمنية ماثيو برودسكي. سيد ماثيو، أهلا بك معنا في سكاي نيوز عربية. نتحدث عن كلام بومبيو اليوم الذي أتانا من القاهرة خلال هذه الزيارة. إلى أي مدى برأيك يعكس ما تريده الولايات المتحدة من هذه المنطقة؟ وهل قرأت أي شيء جديد في هذا الكلام؟ أعتقد أولا بأنها طبعا خطاب مختلف تماما عن الذي ألقاه أوباما قبل 10 سنوات في مصر، والذي يعكس وقائع مختلفة تماما، حيث أن روسيا الآن هي قوة أكبر والصين أيضا تنمو. إذا جزء من ذلك الخطاب صمم ليقول إن الولايات المتحدة لا تزال لاعبا أو كبيرا، وأنها لا تزال طبعا تقود نشاطاتها بدلا أو بطريقة مختلفة عن طريقة أوباما. أما فيما يخص السياسات الأمريكية، فأعتقد أن جزءا من الخطاب يمكن أن يقال بأنه قد كتب قبل قرار الانسحاب من سوريا في منتصف ديسمبر، لأن العديد من الخطاب كان فيه مواضيع متناقضة مع قرار الولايات المتحدة بالانسحاب، وحتى العنوان نفسه الذي قال إعادة إحياء الحضور الأمريكي وقوة الخير الأمريكية. وإذا أعتقد بأنه طبعا جيد، وربما يضع لحما كما يقال هنا أكثر على العظم، وكان أفضل من الخطاب الذي ذكره في الرياض الرئيس ترامب، كما أن طبعا سنرى خلال الأشهر المقبلة إذا كان هذا سيطبق. طبعاً الحال كان سؤالي لك، هل يحمل هذا الخطاب عناوين السياسة الأمريكية في المنطقة، بما أنه بومبيو كان واضح وتحدث عن أكثر من محور وعن أكثر من ملف في المنطقة، قبل ما أنتقل معك إلى الملف السوري بشكل خاص؟ أنا أرى بأن الاستراتيجية متناقضة. نعم، هي أفضل من جانب من سياسة أوباما، والتي كانت قد غيرت تماما سياسة الولايات المتحدة وأرضت إيران. الولايات المتحدة تحاول أن تنشئ تحالفات أكثر حتى يتقاسموا الأعباء العسكرية والأعباء الدبلوماسية في المنطقة، ولكن في الوقت ذاته قال طبعا أشياء عظيمة عن حلفائه
أبنائنا، فنحن مثلا الآن سنترك الأكراد هناك لوحدهم في سوريا. وإردوغان طبعا وتركيا لم يذكروا أبدا في ذلك الخطاب، وطبعا هم يلعبون دورا كبيرا في الشرق الأوسط. أما فيما يخص إيران فنعم، هو قد وضع استراتيجية كانت مهمة بالنسبة للولايات المتحدة، ولكن إذا نظرت إلى لبنان مثلا، الولايات المتحدة لا تزال تمول الجيش اللبناني، ولو كانت جادة بشأن تغيير مثلا تغيير حزب الله والأمور السياسية هناك، فعلى الولايات المتحدة أن توقف تمويل الجيش اللبناني. أيضا بالنسبة لإيران عموما في المنطقة، فمقاربة الولايات المتحدة هي بملاحقتهم بالعقوبات الاقتصادية ودبلوماسيا وليس عسكريا. إذن ليس هناك شيء كثير حتى نفهم ما هو جديد في هذا الخطاب، سوى أننا نريد أن نكون في شرق سوريا ونعمل مع تحالف ونمنع إيران من أن تتطور طبعا وتوسع نشاطاتها في الشرق الأوسط. عدت واستخدمت سيد ماثيو كلمة كبرى استخدمها السيد بومبيو، الدبلوماسية. لم أفهم السيد بومبيو عندما قال سنحاول أو سنخرج، لأنه قال سنخرج إيران من سوريا بدبلوماسية، ما المقصود من هذا التعبير؟ طبعا هذا هو الأمر على المحك. نعم، الولايات المتحدة لا تقوم بنشاطات عسكرية ضد إيران، الدولة الوحيدة التي تقوم بذلك هي إسرائيل، وطبعا مقاربتهم كانت من إسرائيل من خلال ضربات جوية بصواريخ موجهة بالليزر، أو حينما تكون هناك أهداف واضحة داخل سوريا إذا كانت أهدافا إيرانية. الولايات المتحدة ليس لديها السماح من الكونغرس والرخصة لملاحقة إيران عسكريا. إذا حضورنا في شرق سوريا حتى ولو أنه صمم لمحاربة داعش فإنه يشكل عرقلة لإيران. لو لم نكن هناك فإن الولايات المتحدة لا يمكن أن تضرب مثلا الأهداف الإيرانية. إذن هذا يترك النشاطات أو العسكرية لإسرائيل، والتي الولايات المتحدة قالت بأنها تدعمها تماما وبأنها ستعتني بالأمر، ولكن هذا لا يعني بأن الولايات المتحدة ستقوم بأعمال أكثر. هذا يعني بأنها ستواصل فرض عقوبات قاسية، وهذا يتضمن أيضا لبنان التي ذكرت في الخطاب، فهناك استهداف لبعض البنوك اللبنانية التي تستعمل من حزب الله ومن إيران أيضا. هذه كلها خطوات مهمة، ولكن ليس هناك خطة عسكرية جديدة، وأيضا الكونغرس هو الذي يقول كلمته فيما تفعله الولايات المتحدة عسكريا، وهذا هو المشكلة. هذا ربما لماذا نحن الآن في سوريا عسكريا، هو لمحاربة داعش، ولكن هناك أهداف دبلوماسية وأهداف سياسية كانت أوسع من الحملة على داعش. نحن نضحي بهذا، ولم أرى من الإدارة ما هي الخطة التي ستستبدل ذلك. شكرا جزيلا للباحث في مجموعة الدراسات الأمنية السيد ماثيو برودسكي على المشاركة معنا من واشنطن.